السنة الثانية ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثالث في مادة الرياضيات، سنقوم بحله معا. لدينا التمرين الأول، أنجز العمليات التالية: 13 ضرب 5، 56 ناقص 37، 68 ناقص 25، و45 زائد 37. نبدأ بالعملية الأولى، عملية الضرب. 13 ضرب 5، نبدأ بالخمسة، نضربها في الوحدات. 5 ضرب 3، جيد، تساوي 15. نكتب الخمسة واحتفظ بالعشرة، ثم الخمسة نضربها في العشرات. 5 ضرب 1، جيد، تساوي 5، ونضيف الواحد تساوي 6. نبدأ دائما بنضرب العدد في الوحدات ثم في العشرات. 5 ضرب 3، 15. نكتب الخمسة واحتفظ بالعشرة، ثم 5 ضرب 1، 5، نضيف الواحد، 5 زائد 1، 6. نعتقد أن العملية الثانية عملية الطرح. 56 ناقص 37، نبدأ الوحدات مع الوحدات. 6 ناقص 7، 6، أحسنتم، أصغر من 7. ماذا أفعل؟ أستعير 10 وأطرحها من هنا، من العشرات. أستعير 10 وأطرحها، تصبح 16 ناقص 7. 16 ناقص 7، نبدأ من 7 وأصعد حتى أصل إلى 16. نبدأ 7 وأصعد، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، إلى أن أصل إلى 16. ثم أحسب كم لدي من وحدات: 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. أكتب 9، إذا 16 ناقص 7 تساوي 9. لدينا 4 ناقص 3، جيد، 4، 4، نطرح منها 3 وشطب 3، تبقى 1. إذن 56 ناقص 37 تساوي 19. العملية الثالثة، هادو تضعونهم على ورقة خارجية. 68 ناقص 25، دائما الوحدات مع الوحدات. 8 ناقص 5، أكتب 8، 4، 5، 6، 7، 8، وأشطب 5 ناقص 5، 1، 2، 3، 4، 5، تبقى لنا، جيد، 3. العشرات مع العشرات، 6 ناقص 2، نفس الشيء، 1، 2، 3، 4، 5، 6، ممكن استعمال أصابع اليد، ناقص 2، تبقى لنا نحسب 1، 2، 3، 4. العملية الثالثة، عملية الجمع. 45 زائد 37، الوحدات دائما مع الوحدات. 5 زائد 7، هنا نضيف 7، 5 نضعها في رأسنا ونضيف 7، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 5 زائد، نجمع 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12. نكتب 2 واحتفظ بالعشرة. 4 زائد 3، نضع في رأسنا ونكتب 3، أو 3 أصابع باليد، 4، 5، 6، 7، لا ننسى الواحد هذا، 7. إذا 4 زائد 3 تساوي 7، عفوا، والواحد 8، تساوي 82. ننتقل إلى التمرين الثاني، قارن باستعمال الرموز: أكبر تساوي أصغر، أو أصغر تساوي أكبر، حسب الاتجاه. لما يكون لدينا رموز نبدأ نقرأ من اليسار، ونبدأ 324 325، نقارن بينهما، ماذا أفعل؟ جيد، أعين منزلة المئات وأقارن 300 300، نلاحظ أنها متساويتان. ننتقل إلى العشرات، 12 12، كذلك متساويتان. ننتقل إلى الوحدات، 4 وحدات 5 وحدات، 4 أصغر من 5، إذن 324 أصغر من 325. الثانية، لدينا 465 475، نقارن بين العددين، نعين منزلة المئات، منزلة المئات، 400 400، كذلك متساويتان. ننتقل إلى العشرات، 6 عشرات 7 عشرات، 6 أحسنتم أصغر من 7، وبالتالي جيد،
465 أصغر من 475. العدد الثالث نعين دائما نازلة المئات، 800 900. جيد، 800 أصغر من 900، 852 أصغر من 925. نغسل 15 زائد 3 زائد 8 32. نقارن دائما من جهة اليسار. أولا نحسب المجموع كم يساوي، نضع العملية عمودية، 13 زائد 3 زائد 15 عفوا زائد 3 زائد 8 ونحسب 5 زائد 3 دائما بالأصابع اليد أو الخشيبات نضيف 3 5 6 7 8. إذن هنا وجدنا 8، لم ننتهي بعد، يجب إضافة 8 أخرى، 8 نضيف 8، 1 2 3 4 5 6 7 8. إذن 8 هذه نزيد لها 8، 8 في الرأس، 9 10 11 12 13 14 15 جيد 16. اكتب 6 واحتفظ بالواحد تساوي 1 زائد 1 2، ثم نكتبها هنا 26 وأقارن 26 32، منزلة العشرات منزلة العشرات، 2 أصغر من 3، إذن 26 أصغر من 32. لدينا 5 ضرب 3 و10 أو 3 ضرب 5، 3 ضرب 5 تساوي جيد 15، نحسبها أولا ثم نقارن، 15 10 جيد، 15 أكبر من 10. بقيت لنا هنا عملية الضرب كذلك، 3 ضرب 4 نحسبها كم تساوي جيد، أو 4 ضرب 3 تساوي 12. هنا 2 ضرب 6 تساوي 12، 12 12 جيد تساوي العددان المتساويين. نواصل مع الجزء الثاني من التمرين الثاني. رتب تنازليا الأعداد التالية، لدينا أعداد ونرتبها تنازليا، معنى من الأكبر إلى الأصغر. نعين دائما في الترتيب أو المقارنة، نعين منزلة المئات، مئات 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 ومئات، 902، 899، 714، 699، 580 و900. ثم ننظر إلى منزلة المئات، 900، 800، 700، 600، 500، 900. ترتيب تنازلي من الأكبر، من هي أكبر 100؟ أحسنتم، يوجد 900، 900. من هو الأكبر؟ هنا 902، هنا لا يوجد عدد، إذن العدد الأكبر جيد هو 902، نكتبه هو الأكبر تنازليا من الأكبر. نواصل، من هو الأكبر؟ 800، 700، 600، 500، 9، 9 هو الأكبر، اكتب 900. نواصل، 800، 700، 600، 500، الأكبر جيد هو 800. لدينا 700، 600 و500، أحسنتم، 700 هو الكبير و14، 600 و500 جيد، 600 هو الأكبر والآخر هو 508. وهكذا رتبنا الترتيب الأعداد، رتبنا الأعداد ترتيب تنازلي من الأكبر إلى الأصغر، 900، 900، 800، 902، 900، 800، 700، 600 و500. ننتقل إلى التمرين الثالث. أستعمل أثقل من وأخف من مكان النقاط، لدينا ميزان ولدينا فواكه، موزة، تفاحة، فراولة وتفاح. التفاحة، الموز، نكتب إما أثقل من أو أكتب أخف من. قاعدة هي أن الذي تكون هي الأسفل هي الأثقل، هنا الأثقل، وهذه في الأعلى هي الأخف، هنا أخف
هنا الأثقل، دائما في الأسفل هي الأثقل. إذن التفاحة جيد أخف من الموزة، التفاحة أخف من الموزة. نواصل، لدينا هنا الفراولة والتفاح، هنا الفراولة في الأعلى والتفاحة في الأسفل، التفاحة بما أنها في الأسفل هي جيد هي الأثقل، إذا التفاحة أثقل من الفراولة. نراجع، التفاحة في الأعلى أخف من الموزة، والتفاحة هنا في الأسفل أثقل من الفراولة. ثانيا، رتب من الأثقل إلى الأخف، من هي الفاكهة الأثقل؟ الأثقل هي الأولى هنا، لدينا نلاحظ الميزان، من هي الأثقل هنا؟ الموزة هي الأثقل، هنا التفاحة هي الأثقل، بقي لنا التفاحة أثقل والتفاحة، التفاحة أثقل والموزة أثقل، لكن نلاحظ أن التفاحة الموزة عفوا أثقل من التفاحة. وأكرر مرة ثانية، لدينا الموزة أثقل هنا، في الميزان الأول الموزة هي التي أثقل، في الميزان الثاني التفاحة هي التي أثقل، لكن الموزة أثقل من التفاحة، إذن الفاكهة الأثقل هي جيد الموزة. الموزة هي الأثقل، تليها بقي لنا التفاحة والفراولة، من هي الأثقل هنا؟ جيد، التفاحة أثقل من الفراولة، إذن المرتبة الثانية هي فاكهة التفاح، وبقي لنا في الأخير الفراولة. وهكذا قارنا أو رتبنا الفواكه من الأثقل إلى الأخف، الأثقل هي الموز. نواصل مع التمرين الرابع. لدينا التمرين الرابع، يملك مربي أغنام 735 خروف، باع في اليوم الأول 136 خروف، وباع في اليوم الثاني 425 خروف. سؤال أول، كم باع المربي من خروف؟ باع المربي خروف. سؤال ثاني، كم بقي له من خروف؟ عملية بقي للمربي خروف. نعيد قراءة الوضعية، يملك مربي 435 خروف، إذا لديه المربي 435 خروف، ماذا فعل المربي؟ باع في اليوم الأول، اليوم الأول باع 136 خروف، وباع في اليوم الثاني 425 خروف، إذا باع 136 وباع كذلك 425، كم كان لديه؟ 735. سؤال، كم باع المربي من خروف؟ ما هو عدد الخرفان الذي باعها التي باعها المربي؟ لدينا باع 136 وكذلك باع 425، إذا جيد عملية الجمع، نكتبها أفقية، 136 زائد 425، الخرفان التي باعها المربي، نعمل عملية عمودية، 136 زائد 425، الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات، مئات تحت المئات، ونجمع 6 زائد 5، 6 نضيف لها 5، دائما نفس الطريقة، 6 فعلاء جيد وأضيف 5، 6 7 8 9 10 11، 11 أكتب الواحد 11، ثم لدينا 3 زائد 2، 3 في الرأس ونضيف 2، 2 نكتب هنا 2، 3 4 5، 3 في الرأس و 2 4 5، لا ننسى الواحد هنا 6، 3 زائد 2 5 والواحد 6، 1 زائد 4 جيد يساوي 5، إذا كم باع المربي؟ 561 خروفا في اليوم الأول والثاني معا. ثانيا، كم بقي له من خروف؟ إذن كم كان لديه من خروف الأول؟ كان لديه 735 خروفا، كم باع
من خروف، كل الخرفان التي باعها المربي هي وجدناها 521. كم بقي له لما ننظر بقية معنى عمليات الناقص، بقية عملتنا كم كان لديه؟ 735. كم باع؟ كل ما باعه هو 561. مضى العملية عموديا، 735 ناقص 561. نطرح 5 ناقص 1 5 ونشطب على 1 تساوي 1 2 4. جيد. 3 ناقص 6 أحسنتم، لا نستطيع، أستعير 10 وأطرحها من هنا 6، أصبحت لي 13 ناقص 6 من 6 وأصعد إلى أن أصل، أتوقف لما أصل إلى 13، 6 وأصعد 6 7 8 9 10 11 12 13، أتوقف لما أصل إلى 13 ثم أحسب 1 2 3 4 5 6 7 تساوي 7، 13 ناقص 6 تساوي 7، بقي لي 6 ناقص 5 أحسنتم، 6 1 2 3 4 5 6 أشطب على 5 بقي لي 1. إذن 735 ناقص 561 تساوي 174. نجيب عن السؤال 174، هنا نكتب النتيجة 174، كذلك هنا نكتب النتيجة 561. إذن ماذا كان في الوضعية؟ كان لدى المربي 735 خروف، باع في اليوم الأول 136 وفي اليوم الثاني 425. المطلوب كم باع من خروف، جمعنا كم باع في الخروف. ثم السؤال الثاني كم بقي له الذي كان يملكه الفلاح المربي ناقص كم باع في اليومين، ووجدنا النتيجة 174 خروف. وهكذا انتهينا من حل اختبار الفصل الثالث في مادة الرياضيات. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس إشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.